رائد السعدي هو أحد مؤسسين الانتفاضة الأولى، عميد أسرى محافظة جنين، قضى في السجن 32 سنة، عمره 54 عاما الآن، اعتقل قبل 32 سنة وشهرين ولا يزال بالاعتقال، وقد كان رائد مناضلا من أبناء فلسطين المناضلين الذين حاولوا جهدهم على تحرير الأرض وعلى الخلاص من الاحتلال. إن شاء الله نتمنى أنه يخرج من السجن والله يفرج عنه هو وجميع الإخوان اللي مثله، لأن والله المدة طويلة اللي صار مدة كثير. نتأمل من الله ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وعن جميع الأسرى. يوم الأسير الفلسطيني بعليلي شيء واحد، إنه بس الله اللي بيفرج عن الأسرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج عن الأسرة. وأنا بتأمل كل سنة، بتأمل إنه السنة اللي بعدها يبقى رائد عندي وبقية الأسرة عند أهاليهم، وبدعو المسؤول عنهم إنه يسعى بكل الطرق، أي طرق لإخراجهم من السجن الإسرائيلي. كفى 32 عاما كثير، في منهم كمان أكثر من 32. الإشي اللي بنطالب فيه حاليا من الجميع كقيادات فلسطينية، كحركات إسلامية أو وطنية، الإفراج عن جميع الأسرى، وخاصة اللي قضوا أكثر من 20 و30 عام في السجن.